السلام عليكم يا شباب، انا اسمي دكتورة تسنيم، مدرس نيورولوجي. يعني سعدت ان انا اكون اول محاضرة معاكم في السنة. انتوا طبعا اول دفعة بالنظام الجديد، صح؟ هو كده دايما بيبقى فيه دفعات محظوظة كده يعني، فان شاء الله يكون حظكم كويس. عندكم اي خلفية عن النيورولوجي؟ يعني خدتوا اي حاجة ولا دي اول حاجة ليكم؟ خدتوا قبل كده ايه؟ اناتومي فيسيولوجي بس ولا خدنا حاجه؟ خدتوا بيزكس في سنه تانية تقريبا. تمام، بس اكاديمي، لكن ما خدناش حاجه كلينيكال خالص. تمام، حاجات بسيطه في الاطفال. طب هو كويس، السينس انفكشن من الحاجات على فكره اللي هي شبه الاطفال، يعني هتلاقوا الكلام فيها مشترك شويه مع الاطفال، لان هو الموضوع موجود في الاطفال وموجود عندنا في النيورولوجي. طيب انا يعني عايزه اتكلم كلمتين كده في البيزكس اناتومي وفيسيولوجي. انتوا سامعين صوتي كويس ولا بيقطع؟ جايب لي قلم لسه بشوكه. لا دي انا مش عارفه استعملها. طيب انتوا عارفين السنترال نيرفس سيستم بيتكون من ايه؟ ماشي، كميه الاسلاك دي. بس يعني احنا مش هنطول، هما كلمتين هنقولهم هنا وبعدين هنرجع للبرزنتيشن. طيب انتوا عارفين السنترال نيرفس سيستم بيتكون من ايه مبدئيا؟ عندنا برين، تو سيريبرال هيمسفير، تمام، وعندنا سيريبيلم من ورا، وعندنا برين ستيم من هنا، وبعديها سباينال كورد. تمام، ده السنترال نيرفس سيستم. برين ستيم بيبقى فيه النيوكليوي بتاعه الكرينيال نيرفز، بتطلع منه وبتروح تتوزع على الكرينيال نيرفز. تمام، التو سيريبرال هيمسفيرز بيتكونوا من ارياز كورتكس وسب كورتكس، يعني في القشره المخيه ومن تحتها الوايت ماتر، الجراي ماتر والوايت ماتر. جراي ماتر دي بتتكون من ارياز، كل اريا سبيسيفيك لحاجه معينه، يعني هنلاقي مثلا في موتور اريا، في سبيتش اريا، في سنسوري اريا، كل حاجه ليها اللي يخصها. وتحت الجراي ماتر دي في وايت ماتر، وفي جوه الوايت ماتر في جزر كده ايلاند من الخلايا اسمها بيزال جانجليا. بيزال جانجليا، البيزال جانجليا دي لما بيحصل فيها مشكله بتعمل حاجه اسمها موفمنت ديس اوردر، زي الباركنسونيزم والحاجات اللي ايه اللي ممكن تكونوا سمعتوا عنها في الفيسيولوجي. تمام، طيب البرين ده كله متغطي بحاجه اسمها مينينجيز. متغطي بايه؟ بمينينجيز. المينينجيز دول بيتكونوا من ثلاث طبقات. اول طبقه لو هنقول ان ده السيرفيس اوف ذا برين، اول طبقه لازقه على السيرفيس اوف ذا برين على طول دي اسمها البايا ماتر. فوق البايا ماتر في لاير تانيه اسمها الاراكنويد، وفوق الاراكنويد وهي تعتبر لايننج للسكال، يعني لو هنقول ان ده السكال او ده البون، فاللايننج بتاع السكال في لاير كده اسمها الديورا ماتر. تمام، طيب البايا ماتر دي لازقه على البرين على طول دايركت، بينها وبين الاراكنويد في سبيس، يعني هنا ما فيش سبيس، لازقين في بعض، لكن هنا في سبيس ما بين البرا والاراكنويد، البايا ماتر والاراكنويد. السبيس ده بنسميه ايه؟ سب اراكنويد سبيس. تمام، السب اراكنويد سبيس فيه ايه؟ فيه السي اس اف. تمام، الاراكنويد دي بيطلع منها حاجه اسمها جرانيوليشنز كده. الجرانيوليشنز دي هي اللي بتصفي السي اس اف، كانها بتدرين السي اس اف في الفينس سيستم. الفينس سيستم موجود فين؟ موجود في الديورال فينز. الديورا دي بتتقسم تو لايرز،
وبين التو لايرز كده بيبقى فيه حاجه اسمها ايه فينس ساينسز. يبقى لو دي الديوره هي اتقسمت تو لايرز وبينهم في حاجه اسمها الفينس ساينسز، ديورال فينس ساينسز. تمام، الديورال فينس ساينسز هي اللي السي اس اف بيبقى دريند فيها، والفينس سيستم بتاع البرين كله بيبقى دريند برضو في الاخر فيها. طيب سب اراكنويد سبيس مش بس فيها سي اس اف، دي كمان فيها البلوت فيسلز اللي داخله البرين كابيلاريز واللي طالعه رايحه على الديورال فينس. تمام، يبقى السب اراكنويد سبيس فيها سي اس اف وفيها بلوت فيسلز. طيب كل اللايرز دي بتحيط كل حاجه، بتحيط البرين كله والسيربيلم والبرين ستيم والسباينال كورد، كل اللي احنا قلناه ده موجود حوالين السي ان اس كله. تمام، طيب في حاجه اسمها، يبقى ده كده بالنسبه للمينينجيز. في حاجه اسمها فنتريكولار سيستم. فنتريكولار سيستم دي هي القنوات او الحاجات اللي هي الساكس اللي موجوده جوه البرين اللي هي تحتوي السي اس اف. تمام، طيب في عندنا تو لاترال فنتريكلز والاثنين بيدرين في حاجه اسمها السيرد فنتريكل، والسيرد فنتريكل بيدرين في الفورث فنتريكل، والفورث فنتريكل بينتهي بتو فورامينا اللي هو اللوشكا والماجندي، مش مهم الاسماء قوي بس هما تو فورامينا علشان يروحوا للسب اراكنويد سبيس ويدرين بعد كده في الديورال ساينس. تمام، السي اس اف بيتكون في الاراكنويد بلكسس اللي موجوده في اللاترال فنتريكل، هي اللي بتعمل السي اس اف، وبيدرين في النهايه في السب اراكنويد سبيس. تمام، دي السيركيوليشن بتاعه السي اس اف. الكلام ده مهم عشان نفهم الكومبليكيشنز بعد كده بتاعه المينينجينج فلايت. طيب نتكلم بقى على الانتراكرينيال انفيكشنز. السنترال نيرفس سيستم انفيكشن بنقسمها الى مينينجايتس وانكيفالايتس ومينينجيو انكيفالايتس واللوكال سابيريشنز اللي هي زي الابسس. طبعا ايزوليتد مينينجايتس وايزوليتد انكيفالايتس مش كومن قوي، اللي كومن فعلا بنشوفه المينينجيو انكيفالايتس الاثنين مع بعض. تمام، لكن طبعا ممكن تبقى مينينجايتس لوحدها، ممكن انكيفالايتس لوحدها، وفي بقى النوع الرابع اللي هو اللوكال سابيوريشن، يعني شويه بس كده يتجمعوا جوه البرين ويعملوا ابسس. تمام، يبقى كان المينينجايتس والانكيفالايتس والمينينجو انكيفالايتس دي ديفيوز انفلاميشن، لكن الابسس دي لوكالايزد انفلاميشن. تمام، طيب المينينجايتس احنا اتفقنا قلنا مينينجايتس وانكيفالايتس ولوكال سابيريشن اللي هو البرين ابسس. المينينجايتس ممكن نقسمها حاجتين، شايفيني كويس ولا؟ طيب المينينجايتس ممكن نقسمها حاجتين، انفكتد او سيبتك واسيبتك. هو ينفع يبقى فيه اسيبتك مينينجايتس؟ اه ينفع، في حالات اللي فيها كيميكال اريتيشن مثلا مع دراج معين ممكن يعمل كده. في بعض الانتيبيوتكس مشهوره بالمينينجايتس، في الكيموثيرابي ممكن يعمل اريتيشن للمينينجيز، يعني يبقى في سبستانس موجوده في البلط تعمل اريتيشن للمينينجيز وتعمل انفلاميشن. تمام، ممكن كمان تحصل لما يكون في تيومر كده على السيرفس بتاع البرين، ده برضو تيومر سيلز. ايه كنت فيها؟ اقفلها. مش لما يبقى في مالجنان سيلز مثلا او تيومر تاتشنج المينينجيز ممكن يعمل اريتيشن ويعمل مينينجايتس، بس اسيبتك يعني ما فيش ميكروب في الموضوع. تمام، طيب دي الحاجات اللي ممكن تعمل اسيبتك مينينجايتس. وفي نوع تاني اللي هو سيبتك او انفكتيف اللي هنتكلم عنه. طيب الانكيفالايتس، طبعا الفرق بين السيبتك والاسيبتك اكيد حاجه سهله قوي، بريزنس اوف فيفر، في فيفر يبقى دي في انفكشن، ما فيش فيفر ولا جنرال مانيفستيشن يبقى ده حاجه اسيبتك. الانكيفالايتس بنقسمها برضو، بس هنقول كاننا هنقولها انفكتيف ونون انفكتيف، بس احنا هنسميها انفكتد وبوست انفكشن. الانفكشن زي الايه، الفيرال انكيفالايتس او بكتيريال او فانجل اي نوع، بس الفيرال هو المشهور اكتر. في الانكيفالايتس الفيرال مشهور اكتر، في المينينجايتس البكتيريال هي اللي مشهوره اكتر. تمام، طيب النوع الثاني من الانكيفالايتس الحاجات اللي هي بوست انفكشوس،
بوست انفكشوس. البوست انفكشوس اللي هي حاجه اوتو اميون رياكشن بيحصل بعد انفكشن معينه نتيجه موليكولر ميميكري ما بين الاورجانيزم اللي عمل انفكشن والبرين تيشو، فيروح يحصل اوتو اميون رياكشن نتيجه الانتي بودي اللي اتكونت اجينست الميكروب نفسه. ايه اشهر بوست انفكشوس ديزيز سمعت عنه قبل كده؟ بالظبط البوست ستريبتوكوكال اللي هو بيعمل روماتيك كاردايتس. ده بيبقى عيان وهو طفل صغير جاله روماتيك جاله ستريبتوكوكا انفكشن وثابت انتي بوديز، انتي بوديز دي عملت اتاك للهارت وعملت ايه روماتيك كاردايتس. نفس الكلام عندنا ممكن يحصل ده بشكل انكيفالايتس مع بعض الميكروبات، تمام؟ برضو غالبا بتبقى فايرال مش بكتيريال. طيب الحاجات اللي هنتكلم عنها في المحاضره دلوقتي اللي هي الموست كومن في الكلينيكال براكتس، خلاص هنتكلم عن الاكيوت بكتيريال مينينجايتس، وهنتكلم على النوع الكرونيك من البكتيريال مينينجايتس اللي هو التيوبركلوس مينينجايتس، وده اشهرهم، في انواع تانية بس اشهرهم التيوبركلوس، وهنتكلم على الاكيوت فايرال انكيفالايتس. طيب الاكيوت بكتيريال مينينجايتس الكوزيتيف اورجانيزم طبعا هي افكتنج اي ايج اي سكس. الموست كومن اورجانيزم فيها بنقسمه حسب الايج، يعني لو انا جالي طفل تحت الخمس سنين فانا بتوقع ان الموست كومن اورجانيزم هيعمل له مينينجايتس هو النيسيريا والهيموفلاس انفلونزا، لكن لو جالي يانج ادلت من سننا كده مثلا هيبقى السبب غالبا يا نيموكوكاي يا منينجيوكوكاي، تمام؟ طيب لو جالي elderly او neonate اللي هم الاكستريمز بتاعت الايج اللي هم mostly بيبقوا immune compromised شوية هيبقى جرام نيجاتيف ايكولاي او listeria، تمام؟ ده مهم لان انا كتير ما بستناش نتيجة المزرعة، يعني اول ما بيجي لي العيان وبشخصه clinical اللي هم meningitis انا بتوقع من الايج بتاعه الموست كوست في اورجانيزم عشان اعرف اعالج. هما في النهايه الانتيبيوتيك بتبقى ليها برود سبيكترم، بس مهم ان انا اعرف ده عشان في حالات الريزيستنس ابقى عارفه ايه الخطوه الثانيه هدي ايه، تمام؟ اما التوبركلوزس فممكن يجي في اي ايج. مش عارفه كده الابيديميكس بتحصل في الحالات الاوفر كراودد بوبوليشن في بعض الاوقات في التروبيكال ارياز، يعني مثال شهير في حالات مثلا موسم الحج والعمره بيبقى ممكن يرجع من المكان اللي كان فيه اوفر كراودنس، لو في مثلا ابيديميكس في مكان معين ممكن تنتشر في الموسم ده ويرجع حد من الحجاج عنده مشكله مينينجايتس او مينجو انكيفالايتس. وهي اكتر وقت بتحصل فيه الابيديميكس دي في وقت الخريف ووقت الشتاء، تمام؟ فول اللي هو الخريف. مودز اوف ترانسميشن ثلاثه روتس، الايربورن انفكشن اللي هي الموست كومن، الايربورن زيها زي دور الانفلونزا او البرد العادي مع الزحمه واختلاط والنفس يحصل انفكشن. ممكن تبقى دايركت سبريد، وده بيحصل في الحالات اللي فيها تروما هيت تروما، يعني عيان جاي له راسه مفتوحه السكالب فيه انجري في هيت تروما في فراكشر، الاورجانيزم هيدخل طبعا دايركت على طول خلال السكين وبعدين يدخل على المنجيز تحت البون على طول. طيب ممكن كمان لو في انفكشن في الفيس ساينوسايتس مثلا ساينوسايتس جوه البون يحصل الاورجانيزم يسبريد عن طريق البون ويدخل على المنجيز تحت البون على طول. دي من الحاجات الاوتايتس ميديا تايتس ميديا الميدل اير جوه خالص برضو ممكن تتنقل منها الانفكشن وتعمل ماستويدايتس ومن الماستويد توصل للمنينجيز تحت البون وتعمل منينجايتس، تمام؟ عشان كده احنا في حالات كتير بنسال على ده، يعني لما يجي لي عيان وعنده منينجو انكفالايتس انا بساله كان في دور ساينوسايتس عندك، كان في مشكله اوتايتس ميديا قبل كده، ده مهم. والحالات دي بتبقى معظمها فانجل في الاميون كومبرومايزد، يعني كتير بنشوفها في العيانين الديابيتك اللي هم انكنترولد وبتبقى غالبا فانجل انفكشن. وطبعا لو تفتكروا ايام الكوفيد كان فيه الفطر الاسود اللي كانوا بيتكلموا عنه ده برضو كان فانجل انفكشن وكانت بتتنقل للبرين وبتعمل ماسيف سيفير فانجل منينجو انكيفالايتس وكانت بتتنقل عن طريق الساينسز برضو النوز والساينسز. طيب ممكن تبقى بلاد بورن انفكشن،
دي في حالات يعني مش كومن قوي، بس في حالات السبتسيميا بقى، اللي هو بيجي لي العيان بسبتك شوك، اللي هو عنده ميكروب في البلاد، ميكروب بكميات كبيره جدا، والانتي بوديز فيلد ان هي تعمل ريزيستنس، فيبدا بقى العيان يجي له حاجات كتير، هيباتايتس بقى، على نيفرايتس، على مينينجايتس، كاردايتس، الحاجات دي كلها. تمام. الباثولوجي هو بتبقى انفكشن اكيوت او سب اكيوت او كرونيك في حاله التي بي، والانفكشن دي بيبقى معاها اكسيوديت، والاكسيوديت بيبقى بيريولنت، بيريولنت يعني في بص. مكان الانفكشن او الاكسيوديت ده بيبقى في السب اركنويد سبيس، والكلام ده مهم لانه السب اركنويد سبيس بيحتوي على البلود فيسلز، والسب اركنويد سبيس هو اللي بتخترق من خلاله الكرينيال نيرفز عشان تطلع، وبالتالي لما يحصل انفلاميشن او انفكشن في المنطقه دي واكسيديت يتكون كتير، هيترتب على ده ايه؟ حاجتين. اولا الانتراكرينيال بريشر هيزيد لان في اكسيديت فوق السي اس اف اللي موجود، فهيزيد الانتراكرينيال بريشر، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه السب اركنويد سبيس ده لما يبقى فيه بص ممكن يعمل مشكله للفيسلز اللي ماشيه، فيعمل ارترايتس او البلود فيسلز نفسها يحصل فيها مشكله. الارترايتس البلود فيسلز لما تتسد ممكن تعمل انفاركشن، ممكن تعمل ساينس ديورال ساينس ثرومبوزس في الفينز نفسها. الكرينيال نيرفز برضو لما بيحصل مشكله في السب اركنويد سبيس وبيكون البيريولنت ديشارج او الاكسيديت ده، ممكن تضغط على مخارج الكرينيال نيرفز اللي احنا رسمناها هنا على السبوره فتعمل كرينيال نيوروباثي. تمام تمام. طيب الاكسيوديت ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من انفلاماتوري سيلز. انفلاماتوري سيلز دي حسب الانفلاميشن، والله لو الانفلاميشن دي بكتيريال هتبقى نيوتروفيلز او اللي هي بنسميها بوليمورف نيوكليير ليكوسايتس، او لو كانت تي بي هتبقى مينلي ليمفوسايتس، وهتبقى اللي هي الجاينت سيلز اوف لانجهانز لو تفتكروا، اللي هي بسوجنومونيك للتوبركلوزس. ده اللي انا بقول عليه اهو، الكرينيال نيرفز هتبقى افكتد والبلود فيسلز هتبقى انفولفد لما الاكسيوديت ده يحصل له اورجانيزيشن. اورجانيزيشن يعني يبدا يحصل له ابزوربشن ويستبدل بفايبروزس، فيبدا الفايبروزس ده ياثر على الكرينيال نيرفز وياثر على البلود فيسلز. تمام. ممكن كمان ياثر على مخارج السي اس اف اللي هي الفورامينا اللي احنا رسمناهم، اللي هي بالدرين الفورس فينتركل في السب اركنويد سبيس في الاخر. طبعا الحته دي لو اتسدت يحصل ايه؟ يحصل هيدروكيفلس، يحصل هيدروكيفلس، سي اس اف يفضل يتكون وما يلاقيش مصرف فيروح ايه؟ يحصل هيدروكيفلس. يبقى متوتر ليه كده؟ يبقى الحاجات اللي احنا قلناها دي من ضمن الكومبليكيشنز اللي هنتكلم عنها بعدين واللي ليها علاقه بالباثولوجي. الكلينيكال برزنتيشن بتاعها اكيد انتوا سمعتوه في الاطفال، جنرال مانيفيستاشن فيفر هيديك دراوزنس كونفيوجن. ممكن ما يبقاش العيان كونفيوزد لو هو ايزوليتد من انجايتس، الكونفيوجن محتاج شويه انه يبقى معاه بارينكيمال برين افكشن اللي هو بنسميه انكيفالايتس، لكن المينينجايتس اللي هو بيور مينينجايتس ممكن ما يبقاش كونفيوزد، يعني ممكن يبقى واعي بالفعل. لكن الثابت في الموضوع الفيفر، المانيفيستيشنز اوف انكريزد انترا كرينيال تنشن اللي هي ايه؟ هيديك. تمام. فوميتنج، فوتوفوبيا، وبليرنج اوف فيجن هنتكلم عنهم. طيب هيبقى في ساينز اوف مينينجال اريتيشن هنحكي عليها، والكرينيال نيرف بولسز ممكن تبقى موجوده بنسبه كبيره. طيب الجنرال ساينز خلاص الفيفر، الماليز، الدراوزنس. المينينجال اريتيشن ساينز في البروتزينيسكي والكيرنكس واللاسيك. ده الكيرنكس، واكيد برضو اتشرحت لكم في الاطفال، البيشنت بينام بالشكل ده، وبنخلي رجليه زاويه 90 درجه، وبعد ما نخلي رجليه في البوزيشن بتاع زاويه 90 درجه نحاول نرفعها. تمام. يبقى هو نايم فلات، لازم يكون فلات، مكنش في اي حاجه تحت راسه ولا مخده ولا حاجه. البيشنت ينام فلات، ارفع رجلك، يتني رجله، نخليها 90 درجه، وبعدين نبدا نشدها نرفعها لفوق عشان كاننا هنكمل ال90 بحيث نخليها ستريت. هنلاقي ان البيشنت في صعوبه في ان ده يحصل، هيبقى في بين، والبين ده هيسمع في ظهره، وفي نفس الوقت الرجل مش هتتفرد معايا زي ما انتم شايفين الصوره كده، هتفضل واخده البوزيشن ده بس. وكمان ممكن يحصل فليكشن للاذر ليمب، يعني انا بحاول اعمل فليكشن، بحاول اعمل اكستنشن، بحاول افردها، يعني الاقي الرجل الثانيه بدات تبقى فليكسد وترفع شويه. خلاص.
طيب ده اللي هي الكيرنيك ساين. في البروتزينسكي نيك ساين برضو بيبقى البيشنت نايم فلات، ولازم اتاكد نايم فلات، اشيل المخده من تحت راسه وانيمه فلات، وبعد كده احاول اتني رقبته، الاقي ريفلكس يحصل ان ركبته في رجليه الاثنين تتني زي ما انتم شايفين الصوره، هي اصلا مفروده بس اول ما بتني رقبته تروح ركبته تتني معاها. دي البروتزينسكي نيك ساين. في اللاسيك ساين، هي مش مرسومه هنا، البيشنت بيبقى نايم فلات وانا اروح امسك رجليه كانها يعني ستريت كده زي المسطره واروح رفعها لفوق، ما اقدرش ارفعها للاخر، يبقى في بين وما تترفعش للاخر وهي ستريت نفسها. تمام، دي اسمها اللاسيك ساين. تخيلينها ولا ارسمها؟ خدتوها في الاطفال لازم صح، بتحصل مع الساكرو ايليك افكشن. طيب البروتزينسكي ساين اللي احنا قلناها، مفيش حاجه تاني. الريزد انتراكرانيال بريشر بيبقى عرفنا خلاص سببه ايه، ان السب اركمنت سبيس ما بقاش فيه سي اس اف بس، ده بقى فيه سي اس اف واكسيوديت وحاجات تانية كتير موجوده انفلاميشن، فرفعت الانتراكرانيال بريشر. العين هيجي شاكي بالصداع، والصداع ده بيبقى غالبا في الايرلي مورنينج بس بيكمل، بس اكتر بيكون الصبح. بيكون معايا بروجكتايل فوميتنج. يعني ايه بروجكتايل فوميتنج؟ يعني فوميتنج من غير نوزيا، يعني عيني بقى قاعد كده يروح ينفس بيرجع. تمام، مش بيحس الاول كده، يقعد له شويه كده نوزيتنج وبعدين يرجع. طبعا كل ده الكلاسيك، لكن ممكن تشوف عادي نوزيا، وممكن نشوف هيدك ونوزيا وفوميتنج، مفيش مشكله، بس الهيدك والفوميتنج يكونوا موجودين. الفوتوفوبيا بيبقى مش مستحمل رؤيه النور، ممكن يبقى معاه امبيرد ليفل اوف كونشسنس او سيجرز كونفولجن في حاله البارينكيمال افكشن. تمام، طيب الكرينيال نيرف افكشن زي ما قلنا اشهر ثلاثة كرينيال نيرفز بيبقوا افكتد وبنشوفهم في الكلينيكال، الاوديتوري فيعمل ديفنس، الاوكيلوموتور فيعمل ديبلوبيا، العين تبقى عينه فيها حول كده او حادفه شويه، والاوبتيك اللي هو النظر يتاثر. تمام، دول اشهر ثلاثة كرينيال نيرفز ممكن نشوفهم افكتد. بعد كده فيه السبتسيميا. السبتسيميا دي بتحصل في الادفانسد كيسز، لو ما تعالجش بقى، يعني لو سيبنا العيان ما تعالجش او هو اتاخر في العلاج واتاخر في التشخيص، ممكن يبدا يحصل فيه سبتسيميا. السبتسيميا بقى هيحصل ايه بقى؟ يبدا فيه سكين راش. تمام، يبقى فيه شوك، يدخل بقى يبقى داخل في دي اي سي، انترافاسكولار كواجيليشن، رينال فيلير، ارثرايتس، بريكاردايتس، سندروم كده من سيستميك مانيفيستيشن زي الدي اي سي اللي بتحصل. السكين راشز من الحاجات على فكره اللي كنا بنشوفها مع المينينجوكوكال مينينجايتس تحديدا، يعني ممكن نشوفها كمان في الاول مع البرزنتيشن، يجي البيشنت افكتد وفيفرش وفي مينينجايتشن ساينز وعنده الهيديك والحاجات دي كلها، وانا بكشف عليه عشان اشوفه اروح الاقي بقى اللي هي البيتيكيال ليجنز كده. بيتيكيال ليجنز تشبه البيتيك الاي تي بي لو تفتكروا، الليجنز الحمراء المنقطه دي سكين راشز كومن بنشوفها مع المينينجوكوكال انفكشن. الكومبليكيشنز طبعا خلاص احنا شرحناها وفهمناها، اوبستراكتيف هيدروكيفالس، ممكن يحصل ديورال ساينس ثرومبوزس او ارترايتس، يعني ممكن تبقى واخده الفينز او واخده الارتريز اللي موجوده، ديورال فينس ساينس ثرومبوزس او ارترايتس، والارترايتس دي ممكن تعمل ستروك يعني تعمل انفاركشن في البرين. ممكن يحصل ابيليبسي سيجر، وخصوصا لو البارينكيما افكتد ساعتها هيبقى في زي ايريتيشن كده من الفوكس اوف ايريتيشن، تفضل تعمل ديشارج سبونتينيوس، هو ده الابيليبس. هتاخدوا الابيليبس عباره عن ايه؟ فوكس كده موجوده في البرين بتديشارج سبونتينيوس ليه كده. طيب ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب ايريتيشن، في انفلاميشن عامل ايريتيشن فبيحصل الفوكس دي. كرينيال نيرف بولسز اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب الانفستيجيشن اللي هنعملها عشان نشخص حاله زي كده، معظم الحالات بتتشخص كلينيكال الحقيقه، لكن مهم جدا واللي هو الشور دايجنوستيك السي اس اف اسبيريشن اللي هو بنعمله باللمبر تابنج، نيجي تحت ال واحد كده عشان نبقى عدينا السباينال كورد وما نخرمش السباينال كورد، نيجي تحت ال واحد ونسحب من السي اس اف اللي موجود حوالين السباينال كورد والروتس بتاعته. طيب نسحب عينه من السي اس اف ونحللها، هنحللها عشان نشوف ايه؟ هنحللها عشان نشوف سيلز، جلوكوز، بروتين، الحاجات اللي هي السيلز والكيميكالز اللي موجوده، وعشان نشوف البكتيريا او الفيروس. البكتيريا بنشوفها ازاي؟ بنعمل كلتشر للسي اس اف دي عشان نشوف البكتيريا، ممكن نعمل ستين بالجرام ستين عشان نشوف اذا كانت جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف،
ولو طلعت الجرام بتاع البوزيتيف والنيجاتيف مش طالعين مش مطلعين حاجه, نصبغ بالزيل نيلسون ستين عشان نشوف التوبركلوزس لان دي ساعتها مش هتبان بالجرام. تمام. طيب ده مهم عشان نديتكت البكتيريا. طبعا الحاجات دي بتاخد وقت, يعني عشان استنى نتيجه الكالتشر او نتيجه الجرام ستين انا كده بموت العيان حرفيا. فعشان كده نرجع تاني لاهميه ان انا ابقى عارفه كل ايج تقريبا الاورجانيزم الافكتد ايه. في حالات الريزيستنس بقى استنى الكالتشر, يعني ما تحسنش بدات انتيبيوتكس وما تحسنش استنى نتيجه الكالتشر واشوف هو سنسيتيف اكتر لايه. طيب فالكالتشر لازم تتعمل برضو. النيورو ايميجنج اللي هو البرين سي تي او ام ار اي مهم في حالات ليميتد. ايه الحالات اللي مهم فيها ان انا لازم اصور العيان قبل ما اسحب سي اس اف؟ لو العيان ده فيه فوكال نيورولوجيكال ساين, يعني لو العيان ده فيه هيميبليجيا, العيان ده مثلا فيه كرينيال نيرف افكشن واخد ناحيه واحده بس, العيان ده مثلا فيه فيشيال, في اي فوكال ساين, في حاجه مش جنرالايزد, حاجه فوكال بتقول ان في حته معينه افكتد في البرين, ده مهم عشان استبعد وجود ماس او برين ابسس مثلا او برين تيومر ممكن يكون البرزنتيشن بتاعه يشبه المينينجايتس. يبقى مهم ان انا استبعد وجود ده او يكون في انكريست انتراكرينيال بريشر باي شكل بس يكون سيفير سب اركنود هيموريج مثلا, يعني مع الانفكشن في هيموريج. طيب ايه اللي يحصل لو كانت الحاجات دي موجوده وسحبت سي اس اف برده؟ لا خطر, ممكن يحصل برين هيرنيشن لو كانت الماس دي كبيره وانا رحت ساحب من السي اس اف, انا بفرغ الفلويد اللي حوالين البرين اللي سايبه عايم كده لفوق, فرغت الفلويد يحصل هيرنيشن على طول, هيرنيشن البرين ستيم ينزل شويه كده في الكنال بتاعته العين يموت على طول. يبقى عشان كده انا كاتباها بالاحمر اهو, قبل السي اس اف كوركشن لازم اعمل برين ايميجنج انديكيتد في سبيشال كيسز اللي هي فيها اتيبيكال برزنتيشن او معاها فوكال نيورولوجيكال ساين. يبقى اول ما اشوف ده اروح اسحب على طول اعمل برين ايميجنج على طول. تمام. طبعا لو لقيت حاجه من اللي انا قلتها سيريبرال ابسس كبيره او نيوبلازم ما اسحبش سي اس اف خلاص. طيب السي اس اف في الفايندنجز اللي هلاقيها, الجدول ده بيجي في الامتحان بيجي في الاسئله, ولما سالتوش فيه في النظري ممكن تسالوا فيه في الشفوي. هو جدول رخم بصراحه بس يعني ايه نحاول نلصمه كده ونحفظه وننساه تاني عادي مش مشكله بس احفظوه. اول حاجه الحاجات اللي هي النورمال, مهم ان احنا نعرف النورمال فايندنج ودي المفروض ما ننساهاش, يعني النورمال فايندنج المفروض نحفظها ما ننساهاش ابدا. خلاص هنلاقي الابيرنس بتاعه يبقى كلير كلرلس, اسحبه الاقيه صافي كده زي الميه ما يبقاش لا لون ولا في اي حاجه بتعكره. السيلز كلاسيكالي ما يبقاش فيه سيلز خالص بس اكسبتد لحد خمسة, يعني هو بيتعد تحت الميكروسكوب, انت بتبعت النتيجه للمعمل بيبص عليه تحت الميكروسكوب وبيعد الخلايا. والله لو لقي اكتر من خمسة بير كيوبيك مليمتر يبقى احنا كده مش في الطبيعي, الطبيعي لحد خمسة. تمام. وغالبا عددهم يعني اللي هم لحد خمسة دول بيبقوا ليمفوسايتس, يعني شويه ليمفوسايتس هربانه كده, لكن ما بنلاقيش النيوتروفيلز. النيوتروفيلز علامه على الانفكشن, صعب ان هي تكون موجوده في نورمال سي اس اف. خلاص ممكن نلاقي ار بي سيز تروماتيك تاب, يعني 3 4 ار بي سي هات كده عشان وانا بسحب عورت شويه, ف ممكن تبقى ار بي سيز او ليمفوسايتس بس عددهم ما يزيدش عن 5. تمام. الاوبننج بريشر يعني الضغط بتاعه من 10 ل 24. البروتين كونتنت بتاعه ما يزيدش عن 40 ملي جرام بير ديسيليتر. الجلوكوز ريشيو مهم ان انا اسحب مع سي اس اف بلازما عشان هي دي الفيصل, يعني لو سي اس اف جلوكوز بس مش هعرف انا طبيعي ولا مش طبيعي, لازم يكون معايا بلازما جلوكوز في نفس اللحظه اللي سحبت فيها سي اس اف, لان الجلوكوز بيختلف في البلاد جلوكوز من فتره للثانيه. فانا اسحب بلاد جلوكوز مثلا هيطلع لي قول مثلا حاجه تتقسم على 320 مثلا, طلع 120 يبقى تلتين ال 120 كام؟ تلتينها 80, تلتينها 80, يبقى ال سي اس اف جلوكوز لازم يكون اكتر من 80 ما يكونش اقل من 80. تمام. يبقى السي اس اف جلوكوز لازم يكون اكتر من تلتين البلاد ليفل ات ذا مومنت اوف سي اس اف اسبيريشن. طيب في حالات بقى الانفكشن ده الطبيعي, حالات الانفكشن لو بكتيريال هيبقى كلاودي وتربت, هي كلمه كلاودي تربت حطوها فيهم كلهم بكتيريال فيرال تي بي اي حاجه, بس ممكن نضيف على التي بي ان هو يبقى يلو يلو كيزياس. لو تفتكروا كده الجراب بتاعه الباثولوجي كانت تي بي كده ليجن كانت بتبقى لونها مصفر كده وكيزياس شويه,
فخلي مع التي بي نضيف كلمه يلو، يبقى الابيرنس بكتيريال او فيرال او تي بي هنقول تربت كلاودي. تمام. السنس في العدد بتاعهم هتلاقوا ارقام مختلفه كتير، يعني هتلاقوا كل كتاب كتب ارقام مختلفه، فالارقام دي مش ابسوليوت الحقيقه، هي الاهم من الارقام نوعيه الخلايا نفسها اللي موجوده. واختصارا كده البكتيريال هي بتبقى اكبر عدد من الخلايا، يعني ممكن توصل ل 5000. شوف النورمال كان حتى 5، لا ده احنا ممكن نوصل ل 5000 خليه في السي اس اف. والخلايا المشهوره في البكتيريال هي النيوتروفيلز او البوليمورفز. تمام. اما بالنسبه للتي بي فالخلايا فيه ممكن تبقى كتيره برضو زي البكتيريال، ما هو بكتيريال في الاخر، لكن بتكون ليمفوسايتس، بتكون اكتر ليمفوسايتس مش نيوتروفيلز، لان ده سبيسيفيك جرانيولوماتوس انفيكشن. تمام. بالنسبه للفيرال بيبقى حاجه ميد واي بين الاثنين، بين البكتيريال وبين التي بي، بتكون عدد الخلايا اقل شويه وممكن تكون طبيعيه، يعني ممكن توصل لحد 10 خلايا لو اتلخبطنا نقول ده طبيعي. طيب ممكن، بس بتكون ليمفوسايتس. خلاص. هو الحقيقه الفيرال مينينجايتس او الفيرال انكفالايتس، طبعا السي اس اف ابنورمالتي دي تنطبق على المينينجيس وعلى الانكفالايتس، يعني مينينجايتس او انكفالايتس او اي انفكشن. تمام. لان لو انكفالايتس هتدي نفس النتائج برضو بالظبط. الفيرال انكفالايتس من الحاجات اللي بتلخبطنا قوي في السي اس اف، والدايجنوزس بتاعها بيعتمد اكتر على الكلينيكال والاكسكلوجن اوف اذر كونديشنز، لانه ممكن السي اس اف في الفيرال انكفالايتس يكون طبيعي تماما، ما يكونش فيه اي حاجه، يعني زي ما انتم شايفين الابيرنس ممكن يكون كلير او يبقى سلايتلي كلاودي. السيلز ممكن تبقى لحد 10 مثلا، 10 ده قليل برضو، يعني تخلي الواحد يشك في نفسه، مش زي التانيين يقول لك من 1000 من 100، يعني لازم ارقام عاليه. البريشر ممكن يبقى نورمال تو هاي برضو. طيب نرجع للبريشر كده، في البكتيريا بيبقى هاي بريشر، يعني ضغط من كتر ما فيه انفلاميشن واكسيوديت بيبقى هاي جدا، لكن في الفيرال الانفلاميشن او الاكسيوديت بيبقى اقل مع الفيرال، فممكن يبقى نورمال تو هاي. التي بي زي البكتيريا فهيبقى هاي. طيب البروتين بيبقى هاي في البكتيريا وفي التي بي فيري هاي. التي بي بقى علشان بيكون جرانيلومس فبيبقى فيه بروتين اكتر، وكيزياس ماتيريال فيها بروتين برضو، فكل الحاجات دي بتخلي البروتين اكتر في التيوبركلوزس. اما في الفيرال نورمال تو هاي، برضو خلي بالكم هو ايه، يعني كل مره عايز ياكد لك ان هو ممكن يبقى نورمال برضو، ما تستبعدش. البلازما جلوكوز في البكتيريال بيكون لو، لكن في التي بي بيكون فيري لو، يبقى عكس البروتين. البروتين كان هاي وفيري هاي، الجلوكوز لو وفيري لو. ليه طيب قليل الجلوكوز؟ البكتيريا بتستهلك والتي بي بيستهلك اكتر، لانه بيعمل جرانيلوما، بيعمل يعني بيعمل مستعمرات من الانفكشوس اورجان، والخلايا بتبقى كتيره جدا، فبيبقى فيري لو الجلوكوز. تمام. اب تو ان هو يكون اقل حتى من التلت، مش اكتر من التلت، اقل من التلت، اقل من 30%. تمام. طيب يبقى الخلاصه البكتيريا زي التي بي مع اختلافات بسيطه نبقى عارفينها، اهمها اختلاف الخلايا نفسها اللي موجوده. الفيرال نبقى عارفين بمعلومه ان هو ممكن يكون نورمال، فوجود نورمال سي اس اف ما يستبعدش الفيرال انكفالايتس. الديفرنشال دايجنوزس بتاع المينينجايتس اللي احنا اتكلمنا عليه، الاكيوت مينينجايتس ممكن تبقى تيوبركلوس مينينجايتس. هفرق الاكيوت بكتيريا مينينجايتس العاديه عن الكرونيك تيوبركلوس مينينجايتس ازاي؟ من اسمها الاكيوت اكيوت والكرونيك كرونيك. اولا، ثانيا التيوبركلوس مينينجايتس ممكن تيجي اكيوت بس تبقى ريزيستنت، يعني نفضل ندي انتيبيوتكس ونغير في الانتيبيوتكس وهو مازال العيان عنده مينينجايتس مستمره ومكمله معاه، ممكن تقعد اكتر من شهر شهرين ثلاثه وهو مكمل بندي انتيبيوتكس وبرده العيان مش بيتحسن، فتبقى ريزيستنت. تمام. ممكن تبقى ريكرنت، يعني ممكن يتحسن اديله علاج يتحسن ما يكملش حاجه ويروح يرجع لي تاني بعد اسبوعين ثلاثه بمنينجايتس تاني، اديله علاج يتحسن اسبوعين ثلاثه ويرجع بمنينجايتس تاني، فتبقى ريكرنت. الريكرنت منينجايتس تساوي كرونيك منينجايتس، يعني مش شرط كرونيك يبقى طول الوقت عنده الكلينيكال سندروم، ممكن كونها اصلا ريكرنت كل شويه دي حاجه من الكرونيسيتي برضو. طيب اذا لو لقيت ريزيستنت او ريكرنت منينجايتس لازم افكر في التيبركلوزس بشكل كبير جدا، ودي هي هتبقى الموست كومن كوز. الفيرال انكفالايتس، حد شاطر يقول لي لو لقيت ريزيستنت وريكرنت مينينجايتس رغم الانتي بايوتكس ممكن افكر في ايه تاني غير التيوبركلوس مينينجايتس؟ ها؟ ايه؟ فيرال؟ ماشي. ايه تاني؟
فانجل ماشي. حاجة تاني أجدع قلتها؟ أسيبتك. برافو عليكم. أسيبتك مينجايتس. ممكن تبقى أسيبتك مينجايتس تمام؟ أسيبتك مينجايتس اللي هو مفيش ميكروب أصلا، هو في كوز أوف إريتيشن كل شوية يعمل مينجايتس وإحنا ما شلناهوش، سواء كان تيومر أو دراج هو بياخده أو حاجة زي كده. الفيرال انكيفالايتس هيبقى معها فوكال نيورولوجيكال ساينز، السي اس اف هيبين اكتر وهيفرقها عن المينجايتس، السريبرال ابسس هيبقى فيها فوكال ساين لان الابسس دي بتعمل ماس بتضغط على اريا معينه فهتعمل فوكال ساين، السب اركنويد هيمرج من ضمن الديفرنشال دايجنوزس لان السب اركنويد هيمرج ده بيبقى فيه نزيف موجود جوه السب اركنويد سبيس، والنزيف ده ممكن يعمل مينينجيز يعني ممكن يعمل مينجال اريتيشن ساين لان في حاجه عامله اريتيشن للمينجيز، فالعيان يبقى فيه برودينيسكي وكيرنكس وكل الحاجات دي ومعاه هيدك وفوميتنج وفوتوفوبيا بتاعه السب اركنويد كل الحاجات بالظبط. وكمان في بعض الحالات اللي فيها هيموريج بيبقى فيه لو جريد فيفر، يبقى حرارته 38 مثلا، لو جريد فيفر كده بتحصل بسبب انه الهيموراجيك ماتيريال نفسها يعني بتدخل بتعمل حاجه بايروجينيك يعني بتستيميليت المناعه ان هي تعمل انفلاميشن، فممكن يحصل معاه كمان لو جريد فيفر. طبعا هنفرقهم ازاي؟ كلينيكالي مش هنفرقهم، هنفرقهم بالبرين ايمجينج. اعمل برين سي تي على طول تلاقي سب اركنويد هيموريج نور كده في السي تي، يبقى ده خلاص ده سب اركنويد هيموريج تمام. ممكن برين تيومر برضو هيبقى نفس الكلام، العين يبقى كونفيوزد شويه، ممكن معاه فيتس، ممكن معاه فوكال ساينز، ممكن لو التيومر ده سوبرفيشال شويه ناحيه المينينجيس مثلا او مينينجيوما مثلا تبقى فيها مينينجل اريتيشن ساينز. فكل الحاجات دي الفرق هيبقى البرين ايمجينج. عشان كده لو لقيت فوكال ساينز مش جنرالايزد، لقيت فيه فوكس كده في الاكزامينيشن يبقى لازم تعمل برين ايمجينج خلاص. هو احنا الحقيقه في كل الحالات بنعمل برين ايمجينج، يعني السي تي موجود في كل حته فالسي تي بيتعمل على طول، بس انا بتكلم لو حد مثلا في وحده او في مكان بعيد ومحتاج يبدا انتي بيوتكس او يستنى العيان يسافر علشان يعمل سي تي، لا ابدا التريتمنت بتاع المينينجايتس لحد ما العيان يسافر تمام. المانجمنت بتاعنا وانس acute bacterial meningitis is suspected لازم نبدا antibiotic therapy، ولازم نبقى فاهمين ده كويس جدا، ولازم نبقى فاهمين ان كل ما نبدا العلاج بدري كل ما نقلل الكومبليكيشنز، كل ما نلحق الاكسيد ده قبل ما يحصل له اورجانيزيشن ويعمل فايبروزس وبستراتيد هيدروكيفالس وكرينيال نيوروباسيس والحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. فكل ما نبدا بدري كل ما يبقى افضل. طيب استنى نتيجه المزرعه بتاعه السي اس اف؟ لا ما استناش، ابدا امبيريكال اولا لان معظم الانتيبيوتكس اللي هنديها برود سبيكترم فهتغطي على كل حاجه، ثانيا علشان ما نتاخرش على البيشنت فده ممكن يعمل كوموربيديتيز او كومبليكيشن تمام. طيب ايه هندي ايه؟ هم لقيوا انه اكتر حاجات برود سبيكترم وفي نفس الوقت بتعدي السي اس اف بارير، ومهم ان الانتيبيوتيك اللي هديه يكون يعدي السي اس اف عشان يدخل جوه. طيب السيفوبيرازون والسيفوتاكسين والسيفترايكزون الجرعه بتاعتهم قد ايه؟ الادلت دوز من 2 ل 4 جرام كل 12 ساعه، والاطفال من 50 ل 200 بير كي جي على 2 ديفايدد دوزز تمام. والكلام ده نفضل نديه 7 ايام متصله. لو العيان عنده حساسية من السيفبيرازون أو ما نقدرش ندي ممكن ندي البنسلين جي. البنسلين جي يعني ما حدش بيستعمله الحقيقة يعني، بس في بعض الحالات في النيونيت اللي بيجي لهم اللي هو الستيريا اللي احنا قلنا عليها ممكن البنسلين جي، هي بتبقى سنسيتيف للبنسلين وبتجيب نتائج كويسة جدا معاها، يبقى لو ده نيونيت ممكن أجرب أدي البنسلين جي against the Neisseria اللي احنا قلنا عليها and streptococcal pneumonia most commonly identified في الإبيديميكس وفي السن الصغير. الأدلت دوز 2 مليون كل 4 ساعات، للتشيلدرن 50,000. الكلورامفينيكول ما حدش بيستعمله لكن ممكن نتزنق فيه لو العيان ده سنسيتيف عنده حساسية من السيفترايكزون أو ثيرد جنريشن كيفالوسبورينز والبنسلين، يعني لو عنده حساسية من الاثنين دول ممكن ندي كلورامفينيكول، غير كده ما حدش بيلجأ له يعني. البروفيلاكسيس ده كده التريتمنت في حاله الافكشن، البروفيلاكسيس اللي هو البريفنشن امنع ازاي ده؟ امنعه بان انا يعني احاول ما ابقاش موجوده في مكان زحمه، ولو ابقى موجوده في مكان زحمه نلبس الماسك بقى واجراءات الوقايه. الكيمو بروفيلاكسيس لو انا كطبيبه او مرافقين او ريلاتيفز العيان جاله منينجوكوكال منينجايتس هياخد ريفامبيسين يومين للكونتاكتس، ودي انا خدتها شخصيا، واشهر سايد افكتس بتبقى ليه الريد كالوريشن اوف يورين، خلي اليورين يبقى كله لونه ريد تمام.
ريف امبسين يومين للكونتاكتس او اللي هم الدايركت اكسبوجر سواء كان هيلث كير او نيرس او اي حد في حالات الابيديميكس والانفكشنز وخصوصا لو هي منيجي كوكل بيبقى مناسب. الاميونو بروفيلاكسيس الليف اتينويتد فاكسين في منه للمنيجي كوكاي وفي منه للاتش انفلونزا والنيموكوكاي كلهم بيبقى في منهم ليف اتينويتد فاكسين وبنديه في الناس اللي هي اميون كومبرومايزد او لو حد مثلا مسافر حد كبير في السن ومسافر الحج مسافر اماكن فيها اوفر كراودز او مسافر بيشتغل في بلد مشهور فيها ابيديميك من المينينجايتس يبقى ممكن ياخد الاميون بروفلاكسز ده. تمام. التوبيركلوس مينينجايتس اختصارا عشان ما نتكلمش فيه كتير ريزيستنت للتريتمنت اميون كومبرومايزد الانسيت بتاعه بيبقى سب اكيوت او جراديوال او ريكرنت زي ما قلنا. السي اس اف اتكلمنا فيه قبل كده الدياجنوزيس بتاعه بيعتمد ان انا اسحب السي اس اف واشوف الفايندنج دي وكمان ادور على التوبيركلوس بس اللاي نفسها ادور عنها بان انا اصبغ العينه بالزل نيلسون واشوفها او الاحدث بقى والاجدع ان انا اعمل بي سي ار عشان اكتشف البروتين بتاع بس اللاي نفسه. فبنبعت كده للمعمل نقول احنا محتاجين نعمل بي سي ار للتي بي. تمام. طيب العلاج بتاعه ريفامبيسين ايزونايزايد ستريبتومايسين ده اكيد هتاخدوه في البطنه وفي المتوطنه هتحفظوا الثلاثي دوا صمت فما فيش حاجه سبيسيفيك لينا خالص. تمام. الاكيوت فايرال احنا ربنا نخلص عشان لو زيت الاكيوت فايرال انكيفالايتس انا اخترت ان انكيفالايتس الاكيوت فايرال لان هي دي اللي احنا بنشوفها كتير. اشهر اورجانيزم هو الهربس سيمبلكس ده ايه زهق ولا ايه. اشهر اورجانيزم بيعمل الاكيوت فايرال انكيفالايتس هو الهربس سيمبلكس. ممكن حاجات تاني ممكن حاجات تاني طبعا ممكن الفاريسيلا زوستر ممكن البوليومايلايتس ممكن الاتش انفلونزا ممكن حاجه ممكن قصدي الانفلونزا فيروس ممكن الحاجات دي كلها تعمل برضو اكيوت فايرال انكيفالايتس. الروت اوف ترانسميشن لو هنتكلم عن الهربس سيمبلكس هو ملوش سن ملوش ايج معين ولا سكس معين في اي وقت بس في منه نوعين نوع سيكشوال ترانسميتد تايب 2 ونوع نون سيكشوال ترانسميتد اللي هو تايب 1. النون سيكشوال ترانسميتد ده مشهور اكتر خلاص وده اللي احنا بيحصل احيانا كتير زي كده فيسيكلز بتبقى حوالين البق او انفلاميشن في الماوس اللي هو الاستوماتايتس. اما التاني فده بيعمل ايربشن في الجينيتاليا. ممكن تايب 2 نشوفه في حالات المواليد اللي بيتولدوا الام عندها active genital lesion يعني direct transmission لكن الأشهر في transmission هو الـ airborne يعني برضو بالنفس نفس الكلام. تمام. الباثولوجي نفس الكلام viral infection ممكن تاخد أي حتة في البرين بارينكيما كل اللي احنا قلناه ده الكورتكس الجري ماتر من فوق الديب وايت ماتر أو الجري ماتر اللي موجودة جوه بقى اللي هي البيزل جانجليا ممكن ياخد السيربيلوم ممكن ياخد البرين ستيم ياخد اي حاجه من الحاجات دي كلها. تمام. اكتر حته بيحبها قوي الهربس سيمبلكس وهي كاركترستيك ليه وساعات كتير اول ما نمسك الاشعه كده ونبص نقول ده هربس على طول كده من غير ما نعمل اي تحليل التيمبرال والبيزال فرونتال لوب المنطقه دي شايفين المنطقه دي مش عارفه هو باين ولا مش باين اصلا باين ماركر ممكن نشوف ليزر بوينتر او دي المنطقة دي اللي هي التيمبورال لوب المنطقة اللي هي متشاور عليها دي شايفين لونها عامل ازاي لونها فارق عن فيها انفلاميشن فتلاقي لونها هايبر شوية هايبر انتنس شوية والبيزل فرانتال ده الفرانتال لوب وده البيزل فرانتال لوب اللي على الناحيتين دول اكتر اماكن ودي اكتر اشعة لما بنشوفها بنقول ان دي غالبا هيربس سيمبلكس انفلاميشن. تمام. كلينيكال مانيفيستاشن جنرال مانيفيستاشن فايرال انفيكشن سيمتومز وساينز اوف مينينجيال انفولفمنت لو في مينينجيال انكيفالايتس اللي احنا قلناها قبل كده والحاجات اللي هي بتقول ان في بارينكيمال انفولفمنت والبارينكيمال انفولفمنت بيفرق من اورجانيزم للتاني زي ما قلنا مع الهربس بياخد التيمبورال لوب وبياخد البيزال فرونتال عشان كده المنطقه اللي هي البيزال فرونتال والتيمبورال لوب دي خاصه اكتر بالذاكره وبالبيهافير فممكن تلاقي العيان جايب abnormal behavior agitated بقى وبيصوت وبيشتم شتايم وحشة وبيعمل حاجات عنيفة وممكن يكون بيعمل تصرفات قليلة أدب يعني بيعمل حاجات مختلفة عن behavior بتاعه تماما يقولك ده وكأنه واحد تاني
فيبدأ يبقى أجريسيف ويعمل حاجات غريبة، فيبقوا جايبينه كده وهم مرتبكين نقيس الحرارة نلاقي الحرارة عالية. نبدأ بقى نفكر مع البيهيفيرال تشينجز دي إنه ده إيه حاجة هيربيتك انفكشن، وده برزنتيشن كومن على فكرة مش قليل، الإيريتابيليتي والأجيتيشن والأجريسيف بيهيفير والحاجات دي كلها. طيب ممكن لو خدت مثلا الموتور اريا تعمل هيموبليجيا، ممكن تعمل مونوبليجيا لو خدت جزء منها، لو خدت برين ستيم، وهكذا. تمام، كل اورجانيزم بياخد حاجه. يعني مثلا عندنا الفاريسيلا زوستر مشهور بياخد السيربيلوم فيعمل سيربيلايتس، فالعيان ده يجي باتاكسيا، يجي باتاكسيا وفيفر واروح ابص اخمن ان ده فاريسيلا زوستر مثلا. فكل اورجانيزم دي منطقه بيحبها. الكلينيكال بريزنتيشن زي ما قلنا مينجال اريتيشن انكريست تنشن فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت، الفوكال ده ممكن يبقى مونوباريسيس هيميباريسيس افيزيا امنيسيا لو خدت تمبرال لوب، افيزيا لو خدت الفرونتال اللي هي السبيتش اريا، وهكذا كل اريا تبقى افكتد. ممكن لو عمل الموفمنت ديس اوردر لو خد البيزال جانجليا. تمام، كرينيال نيرفز اتاكسيا لو خد السيربيلوم، ممكن يحصل فوكال سيجرز زي ما اتفقنا لو في اريا اوف اريتيشن في البارينكيما. ديفرنشال دايجنوستس هنلاقي منينجايتس، الديفرنشال دايجنوستس هو المنينجايتس اللي احنا قلناها، وهما الاثنين غالبا ما بيبقوا مع بعض. سيريبرال ابسس لان هتعمل برضو فوكال نيورولوجيكال، ممكن تعمل هيميبليجيا، ممكن تعمل افيزيا، ممكن تعمل كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها، ولو في السيربيلوم هتعمل اتاكسيا، ممكن تعمل كل الحاجات دي. تمام، بس لو عملنا ايمجنج هنلاقي شكل السيريبرال ابسس سيستيك ليجن كده مدوره كده وليها وول زي الابسس. ممكن الهيموروج يعمل نفس البرزنتيشن برضو، فالبرين سي تي هيبقى يفرق والبرين ام ار اي. في حالات الانكفالايتس بنحتاج البرين ايمجنج اكتر لانه غالبا بيبقى فيها فوكال نيورولوجيكال. تمام، على فكره ممكن البرين ام ار اي والسي تي يبقوا كومبليتلي نورمال، يعني مش شرط يكون الشكل اللي انا وريته لكم ده، لا ممكن يبقى كومبليتلي نورمال، الانفلاميشن ما تبانش في الاشعه خالص، والسي اس اف هو بقى اللي يبين، او ما يبينش واعتمد كلينيكالي اعمل البرين والسي اس اف والهم هما الاثنين كويسين، واعتمد على الفيفر ووجود الفوكال ساينز والحاجات دي كلها تخليني اقول ان ده خلاص انكفالايتس ما عنديش حاجه تاني. تمام، طيب السي اس اف زي ما قلنا وهنضيف عليه ان احنا هنديتكت الفيروس بارتكلز، المره دي مش هنقول كلتشر بقى، كلتشر مش بتطلع فيروس، الفيروس بنطلعه بالبي سي ار. تمام، عشان نشوف الدي ان اي بتاع الفيروس. الاي اي جي رسم المخ ممكن نعمله، البرين ايمجنج زي ما اتفقنا هيبين السويلنج ممكن يكون واخد اماكن معينه، سواء كان سي تي فيبان هايبو او هايبر زي اللي شفناه في الام ار اي. ممكن نعمل رسم مخ، يعني حاجه ادفانسد عليكم شويه، بس لو عملنا رسم مخ، رسم المخ ده عباره عن ايه؟ زي رسم القلب بالظبط، بنحط الكترودز على كل اريا في البرين وبنديتكت لو في اي ابنورمال فوكس، اي في ابنورمال الكتريسيتي، فممكن يطلع لي ان التمبورال لوب ده فيه ابنورمال الكتريسيتي، في سلونس او في ايبليبتيك تشينجز كده في التمبورال لوب. فاول ما اشوف التمبورال سلونس دي او معناها ان الجزء ده من البرين مش شغال كويس، فممكن ايه احطها طبعا الهيرب سيمبلكس. زي ما احنا شايفين كل التشانلز كويسه، لكن تيجي عند التمبورال تشانلز وتلاقي الويفز شكلها اتغير، بقت سلو كده ان اكتف شويه. تمام، التريتمنت بتاعها انتي فايرال اسايكلوفير، وهو ده الوحيد اللي بيعالج الهيرب سيمبلكس. انترافينوس 30 بير كي جي 3 ديلي دوزز، لو ده سايتوميجالو فيروس ممكن ادي حاجه اسمها جان سايكلوفير برضه سبيسيفيك للسايتوميجالو. الكلام ده بيستمر عليه 10 ايام، يفضل ياخد الكورس 10 ايام. تمام، هناك كان 7 ايام، مهم الديوريشن لان لو اديت ديوريشن اقل هيحصل ريكارنس، يعني لو اديت العيان ده 5 6 ايام بس، ودي كومن، لو خد 5 6 ايام بس وبعدين وقف لاي سبب، خرجته من المستشفى او حصل اي حاجه، هيجي لي بعد اسبوعين بريكارنت هيربس سيمبلكس انفيكشن. الانتي ايبليبتيك دراج لو في ايبليبسي، البرين دي هايدريتنج لو في انكريست انتراكرينيال تنشن وبرين ايديما، هندي المانيتول يومين كده علشان السويلنجز اللي في البارينكيما بتاعت البرين يقل شويه. بس اعتقد ان هو مش فارق كتير عن الاطفال، لو انتوا كنت خدتوا الموضوع في الاطفال ممكن هيبقى فيه فروقات بسيطه. المحاضره اعتقد ان هي مغطيه معظم الحاجات المهمه، عشان ما تتوهوش كتير ممكن نطبعها ونذاكرها زي ما هي. تمام، مفيش مشكله، حد عنده سؤال؟ بصي يعني احفظي حتى الدوز بتاعت السيفترايكزون او السيفوبرازون والاسايكلوفير بس، يعني مش لازم تحفظي باقي الحاجات.
هما الاثنين دول مهمين بصراحه، ما ينفعش ما نحفظهمش، وحتى احفظيهم ادلت ما تحفظيهمش شيلدرن. يعني مش لازم تحفظي كام بير كي جي والجو ده، خلاص انت عرفي الادلت دوز. الادلت دوز في السيف ترايكزون 2 جرام كل 12 ساعه او 4 جرام كل 12 ساعه، سهله. وهي الامبوله اللي موجوده في السوق جرام، كانك هتدي امبولتين الصبح وامبولتين بالليل. والاسايكلوفير هتعرفي الدوز بتاعته، هتلاقيها 400 ملي جرام، هيبقى تتاخد كل 8 ساعات بس. ودي الفايل اللي موجوده في السوق برضه.